تريندينج الجزائر، قناة الأخبار الحصرية على مدار الساعة. السلام عليكم. صرح وزير الصناعة آيت علي إبراهيم في حوار مع الصحافة سيسمح لمركب الحديد والصلب الحجار باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي، وذلك بغرض حل إشكالية التموين بمواد أولية. وأشار وزير الصناعة إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها ومناولة الصناعية وكذا الصناعات تجهيزات الكهرومنزلية. وكشف أن دفتر الشروط خاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية سيفرض نسبة إدماج أولية تقدر ب 40% عند انطلاق المشروع الصناعي، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% في غضون سنتين. وسيسمح ذلك بوضع نهاية للنظام التحفيزات الجبائية لفائدة أنشطة تركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركبا و25 علامة تجارية في هذا المجال، وفقا لتصريحات السيد آيت علي إبراهيم الذي اعتبر بأن مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى. كما تطرق الوزير إلى التغيرات التي عرفها التنظيم والتشريع الخاصين بمجال الصناعي في الأشهر الأخيرة، والتي من شأنها تشجيع قدوم الاستثمارات الأجنبية الجادة وفق القواعد العادلة والتحفظ على السيادة الوطنية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص إلغاء قاعدة 51-49 من الاستثمار في النشاطات الغير استراتيجية والتي نتج عنها قدوم بعض المغامرين من دون استعمال رؤوس أموال، خاصة إلى جانب استبدال حق الشفعة بحق الاعتراض. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.